مؤسسات حكومية، سيدات وسادة باحثون جامعيون أكاديميون، سيدات وسادة رؤساء مراكز البحث، سيدات وسادة أفراد جالية كفاءات من أصول مغربية الموجودة ببلجيكا، الحضور كريم. اليوم حضرتوا معنا انطلاق فعاليات المنتدى المغربي البلجيكي. هذا المنتدى كيجي لتفعيل الاتفاق أو التعاون الثنائي بين بلجيكا والمغرب، واللي توقع فيه اتفاق مهم ثنائي في 19 ماي 2016 بالرباط، واللي لأول مرة دمج الهجرة في مجال التعاون المغربي البلجيكي. المجالات اللي كانت في السابق لمدة 50 سنة كتعلق بقطاعات كالتعليم والصحة، المياه وتحلية المياه، البحث العلمي، التعاون الصناعي، اليوم دمجت الهجرة. هذا كنعتبره اختيار شجاع اللي قامت به المغرب وبلجيكا للتعاطي الإيجابي مع إحدى أهم التعقيدات اللي كاينة في العالم، ألا وهو تدبير إشكالية الهجرة. وبطبيعة الحال هذا المنتدى كيتزامن مع تعبئة الكفاءات المغربية اللي في بلجيكا، وهذا التزامن ماشي اعتباطي، ماشي جا هكا، جا باش لتأكيد العالم أن لك المغرب بفضل الإرادة الملكية يتعاطى بشكل إيجابي مع التدفقات الهجرة، معناه أن مجموعة من الكفاءات المغربية نموذج لاندماج في مجتمعات الاستقبال، نموذج ناجح لهجرة ناجحة في بلدان الاستقبال، نموذج كفاءات لوصلات إلى أعلى مستوى صناعة القرارات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية العلمية. فاليوم بحضور وزير الشباب البلجيكي واللي هو في حد ذاته رشيد مدران نموذج النجاح في بلدان الاستقبال، وصل لأعلى مستوى ألا هو وزير الشبيبة. فإذن شيبو رياضة، فإذن هذا المنتدى غيناقش مجموعة من المواضيع، ولن الوقوف عند السياسة الهجرة الجديدة اللي تبنتها المملكة المغربية في 2013، واللي بإرادة ملكية استباقية المغرب قرر أنه يتعامل بشكل إيجابي انطلاقا من منظور احترام المواثيق المتعارف عليها كونيا فيما يخص حقوق الإنسان، وانطلاقا كذلك من بحث إمكانية التعامل والشراكة على مستوى الجهوي والإقليمي والقاري. المغرب بطبيعة الحال منخرط فضل إرادة ملكي، انخراط تام وكامل في التعاطي الإيجابي مع ظاهرة الإجراء، من خلال كذلك الحضور على مستوى تعاون إفريقي. وخارطة الطريق اللي قدمها جهة الملك بمناسبة القمة 30 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا ضمت 3 ديال المرتكزات الأساسية. أولا اعتبار الهجرة رافعة التنمية، وهذا ينسجم مع إعلان نيويورك في 2016 لأكد على أن الهجرة هي جزء من التنمية أو رافعة التنمية، اعتبار أن الهجرة رافعة التضامن إفريقي، واعتبار الهجرة آلية من آلية التعاون الإفريقي. فاليوم بهذه الشراكة اللي توقعت بشكل ثنائي في 2016 ما بين المغرب وبلجيكا، احنا كنترجموا هذا التصور الملكي على أرض الواقع، باعتبار أن التعاون المشترك ما بين الدول هو اللي غادي يقدم الأجوبة المشتركة للتعاطي مع إحدى أعقد الظواهر على المستوى الكوني حاليا. معناه كذلك الإحساس بأن تعاطي مع ظاهرة الإجراء يجب أن يكون منطلقا من سياسات وطنية، هذا الشيء ديال المغرب في 2013، أن ينطلق من تعاون قاري، هناك حضور مغربي على مستوى القارة الإفريقية، وأن ينطلق كذلك من تعاون كوني ما دام أنها مسؤولية
مشتركة يجب على الجميع أن يتحمل هذه المسؤولية بعمق إنساني وباحترام مواثيق الإنسان وبكذلك المساهمة في إيجاد الحلول. نجاحا كبيرا وشكرا.